مخاوف من عودة جائحة كورونا إلى مدينة الموصل وبقوة شرسة، سببه عدم التشخيص الصائب من قبل الأطباء في المشافي بحسب روايات مواطنين الذين فضلوا الحجر في بيوتهم لاكتساب الشفاء التام والحفاظ على صحتهم، بدلاً أن تباع أرواحهم في مشاف خالية من الاهتمام والخبرة الطبية. انصابينا بكورونا ورحنا للمستشفى بس وضعية كثيفة، تعبانة المستشفى، مستشفيات تعبانة، ماكو عناية. يعني رحنا نسوي مسحة، واحد يذبنا على الأخ، آخر شيء ما سوونا مسحة، سوونا أشعة. الطبيب قال كل شيء ما بيه، روح للبيت. يا ما بيها، واحد نفسه تعبان، وضعية تعبانة. آخر شيء قررنا أنه واحد يحجز نفسه بالبيت، يحجر نفسه بالبيت أحسن شيء. رحت اشتريت علاج لي والأهلي، تعالجنا بالبيت والحمد لله وشكر لله رب العالمين. والمرض هو تمام أنه خطير وما أعرف إيش، بس الحمد لله الله سهلها يعني تشافينا والحمد لله وشكر لله. 4 أجهزة للبي سي آر دخلت الموصل، وبجعبة صحة نينوى تأهبا لأي موجة قد تصيب المدينة، مع التحضيرات لمشاف إضافية لاستقبال المصابين والحالات المشتبه بها في حال غزت موجة ثانية لفيروس كورونا المدينة. تخططنا المستقبلية أولا كانت أكو جهاز واحد بي سي آر على مستوى المحافظة، الآن إن شاء الله حدود 5 أجهزة لين 4 راح تدخل الخدمة، ودخلت قسم منها دخل الخدمة، راح تكون لاستقبال المشتبه بهم وهذه إجراء الفحص البي سي آر. أما بخصوص عدد الأسرة، عدد الأسرة بصورة عامة في دائرة صحة نينوى هو 2300 سرير، وهذا عدد قليل بالنسبة حسب المعايير الوطنية. راح بالإضافة فيما يخص جائحة كورونا، راح عندنا بالوقت الحاضر ينشؤون مستشفيين اللي هي مستشفيات متبرعة مشكورة العتبة الحسينية المقدسة اللي هي 184 سرير وأخرى 100 سرير. بعد أشهر من حظر التجوال والركود العام في العمل وتوقف الحياة بشكل كامل، لا يرغب المواطن أن يعاد كابوس الفيروس مرة ثانية، والسبب الأكبر لعدم التمني لعودته افتقار صحة نينوى لمشاف وكوادر تكون على قدر المسؤولية لمواجهته. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.